السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة وبرنامج علامة استفهام. الحقيقة احنا في بداية العام الهجري، كل عام وانتم بخير طبعا. يمكن عملنا حلقة من أسبوع عن الهجرة ومعادها وتوقيتها وغيره، ولكن النهاردة هنسأل أسئلة مختلفة. هل المسلمين هجروا هجرة واحدة بس؟ يعني لما نيجي نتكلم عن الهجرة، هي هجرة واحدة من مكة للمدينة ولا في أكتر من هجرة هاجرها المسلمين؟ وإيه الأسباب اللي تخلي حد يهاجر أو تبقى مسلم وتقرر أنك تهاجر وتسيب أرضك وتسيب وطنك؟ وهل لما بتهاجر أنت عندك قرار أنك ترجع تاني ولا لأ؟ والحقيقة في روايات كتير جدا تخص الهجرة النبوية المباركة، لكن خليني في البداية أرحب بدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف. دكتور عصام أهلا بيك. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ مصعب، يا مرحبا، وحشتني يا دكتور عصام. والله لا أوحش الله منك أخي حبيبي، أهلا وسهلا. دكتور عصام، الهجرة النبوية، كل سنة وحضرتك طيب طبعا. حضرتك بألف خير وصحة وسلامة. أول سؤال كده، هم المسلمين هاجروا كم هجرة؟ أنت عايزهم كم هجرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد، النبي الكريم الأكرم، الوفي الأوفى، الزكي الزاكي، الطاهر المطهر، الشريف المشرف، الصفي المصفى، النور الأنور، السعيد المسعد، النقي الأنقى، التقي الأتقى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بداية نقول لقد هاجر المسلمون عدة مرات. هاجروا أولا الهجرة الأولى حينما هاجروا إلى الحبشة، والهجرة إلى الحبشة كانت مرتين ولم تكن مرة واحدة، مرتين. نعم، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وهذا ما يسمى بالهجرة المشروعة. ثم بعد ذلك أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة إيذانا بانطلاق عالمية رسالة الإسلام، لأن الإسلام ليس دينا للمكيين فحسب، أعني صحيح، لأهل مكة، وليس دينا للمدنيين لأهل المدينة، وليس دينا للعرب ولا للعجم فقط، وإنما الإسلام دين عالمي، صحيح، شمل الزمان كله طولا وعرضا عمقا واتساعا، بدليل أننا حينما نقرأ القرآن الكريم أولا نرى فيه نداء لقوله تعالى: يا بني آدم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه النداءات هي نداءات عالمية. يا أيها الإنسان في كل زمان، يا بني آدم ومكان. خذوا، نعم، في كل زمان ومكان، وهو دين باق إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، صحيح. يعني استنادا الحديث النبوي: أنا العاقب فلا نبي بعدي، والحديث الآخر: وختم بي النبيون عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نقول الهجرة، الهجرة الأولى الحبشة، الهجرة الثانية أيضا إلى الحبشة. استولت جملة غريبة أوي. نعم نعم، هنالك هجرة غير مشروعة. إيه الفرق؟ يعني الطيارات التكفيرية أو الجماعات التكفيرية التي تسمي نفسها بالتكفير والهجرة، هؤلاء يتركون أرضهم ويذهبون إلى أرض أخرى يحققون فيها أهدافهم من حيث استباحة الدماء وقتل الناس أشياء كثيرة جدا، ويقولون هجرة مشروعة، وهي في الحقيقة غير مشروعة. جميل. أن الهجرة المشروعة ما أمر الله تعالى به، ولذلك نبينا السلام لخص المسألة كلها فقال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. بعد الفتح، لا هنا في لغة العرب هي لا النافية للجنس، يعني لا النافية للجنس، لا في اللغة العربية لها عدة معان: لا الناهية، أيوه، ولا النافية. لا الناهية بتختص بدخول على الفعل المضارع: لا تضرب، لا تأكل. جميل. ويجزم بعدها الفعل المضارع. لا النافية بتنفي المسألة: لا تذهبوا تماما. وفي هنالك لا أخرى لا النافية للجنس، كاللا التي نقولها في لا إله إلا الله، فهي تنفي جنس الألوهية عن كل شيء وتثبته لمن؟ لله وحده لا شريك له. فلا النافية للجنس لها معنى كبير جدا في اللغة العربية. لا هجرة، وهي في الحقيقة تعمل عمل إن، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فهؤلاء تقصد تعمل عمل إن اللي هي تأكيد؟ لا، عمل إن هي تنصب الاسم وترفع الخبر في اللغة العربية يعني. فهي له النافية للجنس تعمل عمل إن. ومنها قوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب مع أول آية في سورة البقرة، لا ريب، فهي تنفي عن القرآن كل ريب سواء كان معلنا أو كان خفيا.
تنفي عن القرآن كل ريب سواء كان داخليا أو خارجيا. طب ده معناه يا دكتور لما تيجي تقول لي أن الآية دي باستخدام لا النافية للجنس أن ما فيش هجرة تاني، لا هجرة؟ طبعا. طيب إذا تعرض المسلمون في أي مكان أو أي زمان لنوع من أنواع الاضطهاد، نعم، في الحالة دي ما يهاجروش؟ هنا يعني على سبيل المثال مثلا في بعض المسلمين اللي كانوا في بلد اسمها ميانمار مثلا، نعم، دول يعملوا ايه؟ هي هجرة مشروعة. قلت لك مشروعة، من الذي يشرعها إنذاك؟ هل الخارجون عن القانون؟ لا طبعا. المتشددون؟ لا. المتطرفون؟ لا، وإنما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا إذن نسد هذا الباب؟ حتى لا يتذرع أي متذرع فيقول هنالك هجرة كذا، فإذا به يترك الديار والأوطان ويخرب ويدمر، هذا كله غير مطلوب. طيب الهجرة بقى مثلا علشان الشغل، علشان المال، علشان يعني ناس كتير بتهاجر من مصر تروح دول تانية وغيره، كل هذا مشروع لا شيء فيه إن شاء الله. أنا أتكلم عن الهجرة الجهادية القتالية، استخدام مصطلح التكفير والهجرة وغيره. نعم، من نعم الجماعات اللي أتكلم عن هؤلاء. طيب خلينا ناخد أستاذ أحمد من المنصورة. أستاذ أحمد أهلا بيك. تفضل يا أستاذ أحمد. ألو، السلام عليكم. أنا ما عنديش صوت هنا. تفضل يا أستاذ أحمد. زيت صلاة عند الباب. تفضل. عايز أعمل مداخلة، يعني قد لا يكون لا علاقة بعنوان الحلقة. تفضل يا فندم. تفضل. الله يخليك يا فندم. حضرتك انا شريك مساحه قراءه تمام وارتباط فندم وبقلد اصوات معلق كره قدم، يعني نفسي في اي فرصه عمل يا فندم. الله يبارك لك. بتقلد اصوات ايه؟ يعني ممكن اديك حته صغيره كده على الهواء فندم. لمين؟ لحفيظ دراجه فندم ورؤوف كليف علي محمد علي فهد الوجيبي ايمن الكاشف. طيب. الناس دي كلها. طيب عشان بس المحتوى اللي احنا بنقدمه النهارده محتوى ديني، فأنا بعتذر طبعا لحضرتك وهستأذنك برضو. ادي رقم تليفونك، خدوا يا جماعة رقم، وأعتقد أنت اتصلت بيا في حلقة تانية قبل كده، خدوا رقم يا جماعة وهنحاول نتواصل معاك، لأن مش هينفع نقلد هنا حافظ دراجي ونعمل التقليد ده في المحتوى الديني. أنا بشكرك طبعا على اتصالك يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. عايز يقلد مذيعين بتوع الكورة، مذيعين المباريات، إيه رأيك؟ نعم والله، خلينا في الحلقة الدينية. طيب. أفضل. طيب فكرة الهجرة بقى دكتور عصام، هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة للمدينة؟ كما بينت لك، أولا الإسلام ليس دينا إقليميا أو محليا، بل هو دين عالمي، فلا بد أن يفتح رسول الله للإسلام روافد دعوية جديدة، وهذا لا يكون بالوقوف في مكانه، وإنما لابد أن ينطلق من مكانه إلى أماكن أخرى لكي ينال هذا الفتح الرباني الكبير. صحيح. ثانيا، المسلمون كانوا مستضعفين، وكانت قريش تستعذب بتعذيبهم، فأذن الله سبحانه وتعالى لرسوله أن يسمح لهؤلاء حتى ينتقلوا مما هم فيه إلى أرض فيها أمن، فيها سلم. ثالثا، أراد الله سبحانه وتعالى لرسول الله أن يبني دولة الإسلام، وأن يبنيها دولة مدنية وليست دينية. دولة مدنية طبعا، دولة مدنية سياسة كده. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أقامها دينية لبانت معالمها، وإنما رسول عليه الصلاة والسلام أقامها دولة مدنية قائمة على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. جميل. وقبل أن يؤاخي بينهم أصلح فساد ذات البين بين الأنصار أنفسهم، الأوس والخزرج، وعمل معاهدات سلام. ثم بعد ذلك عقد العهود والمواثيق والمعاهدات الكبيرة مع يهود بني قريظة، مع يهود بني النضير، مع يهود بني قينقاع، وأعلن صلى الله عليه وسلم أول وثيقة مدنية انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وعنوانها التعايش السلمي. كله مع بعضه، كل الانتماءات والأفكار، كل الطوائف، والمسلم واليهودي وغيره، كل شيء لابد أن يعيش رسول الله في أمن وأمان وسلم وطمأنينة، وأن يعطي وأن يبني لا أن يهدم، وأن يعمر لا أن يخرب، وأن يكون أداة للبناء، وأن يجعل من معه من جيرانه الذين جاوروه
في علاقة بناء وعلاقة سلم ودفاع عن المدينة المنورة. بس اختيار المدينة سبحان الله، يعني المدينة تحديدا واستقبال النبي عليه الصلاة والسلام من أهل المدينة، وكأن ربنا سبحانه وتعالى هيأ له الأجواء وهيأ له البشر هناك في هذا الزمان وهذا المكان لاستقباله بهذه الحفاوة والدعم. لابد أن يكون كذلك. صحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل قطع لرسول الله وعدا، ووعد الله لا يتغير ولا يتبدل. كان إيه الوعد؟ أن ينصر رسول الله. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الغلبة لمن؟ لله ولرسوله. والعزة لمن؟ فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والتمكين لمن؟ للنبي السلام ولمن آمن معه. صحيح. لذلك يقول الله: إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني لو تخذلت الدنيا كلها عن نصرة رسول الله فإن الله لن يخذله. صحيح. بل ينصره. لأن الله كتب في علم الغيب عنده أنه سبحانه وتعالى ناصر رسوله لا محالة. هي في معجزات حصلت في الهجرة، يعني وقت ما ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة من مكة للمدينة، كلها معجزات. زي إيه؟ من أولها إلى آخرها. زي إيه؟ أولا، حينما سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا لينام في فراشه مكانه لكي يرد الأمانات إلى أهلها. لو أنك سألتني هل هذا شيء معقول؟ هنالك من يقف أمام الباب يتربص بك، في يده سيف وكلهم أبطال، أتوا من كل قبيلة بشاب فتي، والكل اجتمعوا على كلمة واحدة يريدون الثأرة وقتل ذلك النائم في فراشه. هل من المعقول أن يدخل شاب لينام في هذا الخطر وسط هذه الأهوال؟ لا، والتانية بقى، إزاي خرج كمان النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من أمام أعينهم ومشفوه. من أمام أعينهم ومال على الأرض وحثى بيده الشريفة بعضا من التراب وجعله فوق رؤوسهم وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والله دكتور عصام، احنا بنعمل الكلام ده دلوقتي واحنا داخلين على اللجنة بتاع المرور عشان ما ناخدش مخالفات، بنقول الآية الكريمة دي. طب وما قبل المخالفة هل التزمت بالسرعة المقررة قانونا حتى لا تقع في المخالفة؟ طيب الحمد لله، طالما ما عندناش مشكلة. وهذه السيارة بالمناسبة التي يركبها الناس ويتجاوزون السرعة المقررة ثم يقتلون الناس، وإذا به يولي مدبرا ويفر وهو في الحقيقة قاتل. يقول لك: لا 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 لا، ده سيارة خطأ، لكنه في الحقيقة قتل خطأ، لأنه هو ارتكب جريمة بأنه هو خالف السرعة القانونية. السيارة هذه شأنها هي أداة كالسكين التي في يدي تماما. صحيح. كالمسدس الذي في يدي. والله لو أنني اتقيت ربي سبحانه وتعالى فيما فيها وفي الناس وفي الطريق إن شاء الله أعبر بسلام. طيب. أما لو لم أتقي الله فأداة للقتل طبعا. أخذ زينب من القاهرة. زينب أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. تفضلي يا فندم. أهلا بيكي. اهلا وسهلا. ممكن اسال الشيخ سؤال؟ اتفضلي. اتفضلي. اهلا. ماشي. هو لو واحد كان كويس كده وما فيهوش اي حاجه وراح مثلا لدكتور وغلط معاه غلطه وتغلطه دي اذاته، هل ربنا بيبقى كاتب للشخص ده كده؟ والغلطه دي ايه؟ اذاته، يعني خطا طبي اتسبب في اذى للمريض ده. وهو مكان كويس مفيش اي حاجه بس رايح يطمن على حاجه فالحاجه ديت الدكتور اذاه فيها. هل زي الناس ما بتقول ما ربنا كاتب؟ طب ما انا اللي رحت برجليا مثلا. وصل سؤالك، هنجاوب عليك يا زينب. شكرا جزيلا، بشكرك، وبقول لمشاهدينا يا جماعه اتصلوا على الارقام اللي موجوده على الشاشه. في الحاله دي الوضع ايه؟ في الحاله دي مساله ان انا اعلق مسائل القضاء والقدر على الإهمال والفشل والجهل والحمق والسفة، ده خطأ 100%. يعني مثلا إن أنا أقول والله هو ربنا كاتب إن أنا لابد أن أموت في حادثة وبالتالي أنا أسرع في القيادة وما قدره الله لي سيكون، ده خطأ طبعا. إن أنا أذهب وأعمل في دور الثالث أو الرابع أو الخامس بدون أي وسائل احترازية أو أمان لي وأقول هذا قدري أنا ماذا أفعل فأدى ذلك بي إلى القتل، فهذا قتل.
فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ثم ثانيا في المساله التي ذكرتها لابد ان يتدخل اهل الاختصاص من الطب الشرعي لكي يثبت هل هنالك تعمد في الايذاء وفي الضرر ام هذه مساله طبيعيه جراء الجراحه مثلا تماما، وبالتالي لها نسبه ورود، نسبه وارده تحدث، لكن انا لا يمكن ابدا ان افتيها في هذا. اولا انا لا اعلم ماذا حدث وهل هنالك قصد ام لم يكن، هل هنالك تعمد او لم يكن، هل هنالك اهمال طبي من الطبيب او لم يكن، الله تعالى اعلم أهل بهذا. اللي يقول الله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب اخذ ناديه من الجيزه. ناديه اهلا بيكي. اهلا بيك، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. تحياتي لحضرتك وللشيخ اللي مع حضرتك. اهلا بيك يا فندم. الله يخليكي. اهلا بيك. بص عندي بس اسال شويه لحضرتك. اتفضلي. يعني الانسان اللي بيروح يحج او الست اللي بتروح تحج وتيجي، طبعا زياره رسول الله او زياره الكعبه، المفروض ان الانسان بيرجع بيكون يعني بيتحسن اخلاقه عما راح. جميل. انا في رايي حضرتك في الناس اللي بتروح تحج وتيجي بتجلم الجيران، بتجلم بتاخد حقوق مش حقوقها، وترمي لو ماهوش الكمامة على البدال للجارة، وألفاظ مش كويسة، وما بتحترمش حد. تمام. لا صغير ولا كبير، يعني الأخلاق بقت يعني إيه في التدني. عايز أعرف يعني الإنسان المفروض بيكون بيروح بيرجع، مش عارفة معلش أنا بتلخبطة شوية. لا أنا فاهمك، أنت بتسألي عن حد راح الحج ورجع فأنت منتظرة منه ورجع. إنه يرجع بقى بصفاء نية كده ويبقى طيب وكويس، لقيتيه بيشتم وبيعمل وبيعمل مشاكل وكانه لا حج ولا راح ولا جه، صح؟ ايوه. لا طب شكرا. قبل ما يروح كانت افضل، فلما رجع الاخلاق كانت كده. بشكرك، شكرا جزيلا يا استاذه ناديه. معايا سعاد. سعاد اتفضلي. اسمعينا من التليفون وطي التلفزيون يا استاذه سعاد، اتفضلي. دعاء دعاء دعاء، اتفضلي يا دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك. بصي انا مثلا ما اتجوزت يا شيخ، مثلا ما اتجوزت وحماتي على طول تمسكني المصحف تقول لي اتكى عليه اتكى عليه. ايه اللي انا بقول كلام، اللي انا بقول كلام وانا بقولش الكلام ده على حاجات يعني بتحصل، وتقول لي انت بتقوليها لازم تحلفي على المصحف. هي بتقول لها تعمل ايه في المصحف؟ حماتها بتمسكها المصحف وتقول لها احلفي على المصحف. طيب اشكرك. طيب اخد الاستاذ محمود من سوهاج. استاذ محمود اهلا بيك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. ربنا يبارك في حضرتك وفي فضيله الشيخ ان شاء الله. الله الله يحفظك، اتفضل. الله يخليك. والنبي انا عندي سؤال لحضرة الشيخ. انا يعني كان عندي فلوس، واخد بال حضرتك، وكنت دخلت في مشروع مع حد كده وحصل نصب وبتاع وكده، وعندي علي ديون وبتاع والكلام ده كله، فانا بعمل بقدر المستطاع ان انا يعني اسدد الديون دي باي طريقه باذن الله تعالى. بس انا خايف لربما تتوفاني المنيه، واخد بال حضرتك، قبل ما اسدد اللي عليا، رغم ان هي عندي موجوده ان انا اسدد واخلص وربنا يكرمني باذن الله تعالى بدون ما احتاج لاي حد يعني. بس انا خايف ان انا يعني الاعمار بيد الله، تحصل نعم الاجل يعني وكده، فمش عارف حكم الشرع في. طيب بشكرك يعني. شكرا جزيلا يا استاذ محمود. تعال نجاوب على الاسئله. طيب اخد استاذ صبحي. معلش استاذ صبحي اهلا بيك. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيبين. وانت طيب وبخير. لو سمحت انا عندي حوالي ستك مشكله، لو سمحت تصبر على دقيقه واحده. طب اتفضل. دلوقتي انا ليا حفيده عندها 13 سنه. تمام. تمام حضرتك؟ القانون هنا بيقول الام ثم ام الام. انت بتتكلم في الحضانه صح؟ لو سمحت. الحضانه. الواد هي في حضانه ام امها، ام امها ما تعرفش مش عارف ما تعرفش تراعى نفسها. هي الواد في حضانه مين؟ ام الام. في ام الام ده على الورق يا استاذ بحسن. على الورق. لكن اللي على القضاء ايه؟ مع الام. طب الام معاها ايه؟ جوزها. والبنت عندها 13 سنه. سليم حضرتك؟ تمام. 13 سنة. الأم بتشتغل ممرضة، بتضطر تبات في الأسبوع مرتين بره. بتسيب البنت مع مين؟ طيب أنت شايف إن الأولوية لحضرتك كجدها يعني؟ ينفع يا أستاذ ده؟ ينفع؟ بتسألني عن رأيي الشخصي؟ طيب أنا هعمل حلقة مخصوص على الموضوع ده يا أستاذ صبحي، وأنا عارف طبعًا الأنين اللي أنتوا بتحسوا بيه في موضوع الرؤية ده الحقيقة، وأنا كنت اقترحت أكتر من مرة وعملت أكتر من حلقة إن يكون في حاجة اسمها الاستضافة،
بدل الرؤية مع عدد كبير من الناس القانونيين، ونتمنى وأوعدك إن شاء الله نعمل حلقة تحديدا عن الموضوع ده. تعالى بقى نجاوب يا دكتور عصام عشان الوقت بيجري، أنا عارف إنك سقعان من التكييف جدا، وطلنا التكييف يا جماعة شوية هستأذنكم، أنا حاسس بيك يعني شوف أنا حسيت بيك إزاي. الله يكرمك. طيب زينب بتقول لحضرتك إيه حكم واحدة راحت تحج وهي مستنية بقى لما ترجع تبقى ست كده راجعة من الحج بقى بروحانيات وإيمانيات، لقيتها اتقلبت وراجعة بتشتم وتزعق ولا كأنها راحت ولا جت. هذا هو الحاج المفلس. أو إن شئت فقل معي حاملي اللقب. حاملي اللقب. حاملي اللقب. الحاج فلان وخلاص. هو راح اشترى الحج بالفلوس اللي دفعها. والتأشيرة ذهابا وإيابا. وعاد كأن لم يحج. أو حاج المفلس. إفلاس. شأنه كشأن الصائم المفلس. صام ولم يصم. صلى ولم يصل. زكى ولم يزكى. زكى وأخرج المال فعلا لكنه رأى ومن به على الناس. حج ولم يحج فهذا إفلاس، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إلى مثل هؤلاء أقول لهم اتقوا الله عز وجل فيما تفعلونه في الناس. أين هي أو أين هو من الحديث النبوي الشريف من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بمعنى أن يعود من هنالك زاهدا في دنيا راغبا في آخرته متوكلا على مولاه، تاب وأناب إلى الله واستقام. هذا هو المطلوب. لم يفعل هذا وعاد كما هو ولم يتغير حاله ولم يتبدل فواء سفا، أو عاد أسوأ مما ذهب، فهؤلاء هم حاملوا اللقب فقط ليس أكثر من هذا. طيب سناء بتقول لحضرتك أني حماتها كل شوية تجيب لها المصحف وتحلفها عليه. ما تحلفش، تحلف على إيه؟ على إيه يعني؟ أنا مش فاهم. هو الحياة الزوجية دي استعباد. أنا بس عاوز أقول كلمة كده الواجلة، هي بسلامتها الحما فاكرة لما ابنها الشملول يتجوز البنت، والله بكلم جد فعلا، الشملول ابنها اللي حاطط جيل وقاعد لا عمل تماما ولا شغل ولا اي حاجه، مفيش في جيبه غير ربع جنيه، واحيانا بيضرب اللي انت عارفه اللي بيشربوه بالموده تماما حاجة. وبعد كده يجي الولد يمسك البنت يضربها ويهينها، وام الولد معتقده بسلامتها ان البنت دي جابوها خدامه لها. هي مش خدامه، هي زوجه ابنك، زوجه ليست خادمه. سعادتك عاوزه تتخدمي هاتلك خدامه تخدمي وديها اجر، وديها اجر. او بنت سعادتك تيجي تخدمك. اما البنت اللي ابنك اتجوزها دي ليست خادمه عندك. جميل. فتيجي بقى كل شويه تتهميها واخدميني، والابن يزعل اكثر واكثر. ازاي يا ابني على ايه؟ انت زعلان على ايه؟ انت عاوز تخدمها اتفضل اخدم والدتك. هي تقوم عليها بالمعروف فقط، ولو عمل ده تعمله وتعتبر هذه يعني المرأة الطيبة حماتها في مقام الأم. بس معنى ذلك ان هي بقى زي ما هي في مقام الأم فعلا تبقى هي أم. وانا خايف بس تروح تقول لها بصي بقى ده الشيخ عصام الروبي، الدكتور عصام الروبي قال ما انا عايزة تقولها فعلا كده. انا عايزة تقولها كده، احنا عندنا مفاهيم مغلوطة. هي انت حضرتك عايزة منها انها تحسن المعاملة، استأذنك كوني أما لها لتكون بنتا لك باختصار شديد. جميل. الام بتعمل ايه؟ فيه الحنان وفيه الادب وفيه العطف وفيه الشفقه وفيه الرحمه. سعادتك ارحميها واتقي ربنا فيها عشان هي تكون بنتك وتحطك على راسها من فوق. اما هتستعبديها مش هينفع الكلام ده. الحياه بتنتهي بالطلاق، واول واحد هيدفع الضريبه والثمن المر ابنك. صحيح. وعياله. وعياله. طيب اخد وفاء من الجيزه. وفاء اهلا بيكي. يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. ايوه بكلم حضرتك، انا بقول لحضرتك دلوقتي انا جوزي كان سامعني حضرتك؟ اتفضلي. جوزي حضرتك كان من فتره كده كان بيتعالج مرض نفسي، وكان وعلى طول كان يحلف عليا بالطلاق، بس هو يعني في وعيه يعني بيتعالج، كانت حصلت له مشكله كده وتعالج منها. على طول يحلف عليا بالطلاق، وفي نفس الوقت دي كانت تالت مرة ليا أو رابع مرة أو عشر مرة، مش آخر مرة يعني، كذا مرة حلف عليا. فحضرتك دلوقتي أنا مش عارفة يعني، أنا دلوقتي بقالي يجي أربع أشهر أنا ما يعني أكني واحد معايا في الشقة غريب. طيب يا مدام يا أستاذة بعد إذن حضرتك، بتقولي طيب. هو بيعاني من مرض نفسي،
ثم قلت أيوة. بأنه الآن في كامل وعيه. لا بس هو حضرتك بينزل شغل حضرتك، هو بينزل شغل وبينزل شغل حضرتك بس ما يعني، وحتى الصرف اللي بي يعني ممكن يصرف على أصحابه، ما بيهموش المصاريف، أو على حسب ما بيجيبها. في حاجات ممكن أبقى مش عايزاها ومرة يقول لي لا حاجة مش هجيب، خلاص مش هجيب الحاجة دي ويرجع يجيبها. طيب هو حضرتك موجود لو أنت عايز تكلمه. طيب هو موجود ممكن نكلمه. ايوه ماشي. انا حضرتك اتفضل يا فندم. اهلا بيك. ايوه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ايوه اكلم بس فضيله الشيخ. معاك فضيله الشيخ. امرني اتفضل تحت امرك. ابدا لا انا كنت احلفت عليها كذا مره يعني وكده، بس ما بحلف والله العظيم والله والله بحلف يعني كده من وراء قلبي. واخر مره حلفت عليها من 5 اشهر مش عارف بتقول لي على ايه، قلت لها عليا طلاق بال 40 طلاق، ما انا جايب لك ولا عامل ولا سوي، بس انما انا بقولها من وراء قلبي. لا بقول لك ايه بقى يا راجل طيب. ان انا اطلعها وكده. اسمعني بقى. طب اسمع بقى. اسمع يا استاذ. لا من ورا قلبك ولا من ورا لسانك. لا القلب ولا اللسان. حضرتك المسائل دي مسألة يعني تلك حدود الله بين النكاح والسفاح، بين الحلال والحرام، بين ما أحل الله وما حرم الله كلمة، فعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذه الكلمة. أنا الآن هنا لا أستطيع إفتاءك، لو سمحت اذهب إلى أقرب دار من دور الفتوى، اعرض عليهم مشكلتك وإن شاء الله لعلك تجد عندهم حلا بإذن الله. إن شاء الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أنا لا أعلم النية ولا أعلم ما في قلبك، وأيضا لا أعلم أبعاد المسألة الأخرى التي قالت عنها الزوجة. تحتاج بعض التحقيقات كمان. مسألة محتاجة جلسة طيبة لنفهم ما لك وما عليك. هل يا ترى تؤخذ بما قلت أم لا تؤخذ؟ هل النية كانت متوافرة؟ هل كنت في حالة وعي وإرادة وشعور تسأل عنها أم الله تعالى أعلم بهذا؟ طيب أستاذ محمود من الجيزة تفضل. تفضل يا أستاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. ألو حضرتك ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا فندم معاك. هو حضرتك الشيخ عندي 30 سنة وقاعد مشتري شغل، ممكن حضرتك تساعدني توصلني فرصة عمل؟ عايز شغل. أنت مؤهلك إيه عشان تعليمك إيه؟ بتشتغل إيه؟ دبلوم صنايع. أيوة اشتغلت إيه قبل كده؟ هو حضرتك انا شغال في عمل حر دلوقتي مفيش شغل. طيب زمايلي بس ياخدوا رقم تليفونك ولو قدرنا نساعد حضرتك مش هنتاخر يعني. استاذ كمال. استاذ كمال اتفضل. طيب استاذ كمال اهلا بيك اتفضل. السلام عليكم استاذ مصعب. عليكم السلام. ازيك يا حاج كمال؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب وبخير. والدكتور الدكتور عصام العلامه المحترم الراجل المحترم ده الله هو طيب يا رب. وحضرتك بألف خير وربنا يديله الصحه. الله يخليك. انا ليا طلب عندكم بقى غريب شويه. اتفضل. عاوز الدكتور عصام يخاطب بعض الرجاله اللي هي جمع انطاع يعني نطع جمع يعني جمله كده. ست واحده ست بتدفع فلوس نص حق الشقه. هي حابه تعمل كده يعني. هو يقول لها لا ده احنا عندنا عيبه ما تساعد كده في اسم احنا الاثنين يعني لازم يعني عاوز يبلع المبلغ يعني. هي اللي تدفع وهو اللي ياخد الشقه يعني. لا اللي هي بعض الرجاله اللي هم مش عارف انا مش لاقي اسم اقوله على الهوا يعني. طيب ماشي يا عم كمال وصلت وجهه نظرك. بشكرك شكرا جزيلا. نجاوب بقى الاسئله عشان كده مش هنلحق. يا دكتور عصام كان في اتصال من الاستاذ محمود من سوهاج بيقول لك اتنصب عليا في فلوس وعليا ديون وانا بسعى وبجتهد ان انا اسددها بس خايف اموت قبل ما اوفي الدين ده. قال عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. طالما في نيته السداد ربنا ان شاء الله ربنا يعينه ويقويه ويقدره على السداد، حتى وإن لقي الله تعالى وفي نيته السداد ولا زال يعمل أدى الله عنه. حتى لو ما سمحش أصحاب الحق أدى الله عنه في نيته السداد وهو يبذل غاية ما في وسعه، لكن حان به الأجل. صحيح.
من أخذ أموال الناس يريد أداءها يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أكمل أتلفه الله، مش أتلفها، أتلفه. الناس بتعتقد أتلفها مش المال، لا هو أتلفه هو بالأوجاع والأسقام والأمراض والإعياء والبلاوي. جميل. طيب خليني في سؤال عم كمال عشان عجبني قوي. تمام. بيقول لك الأنطاع جمع نطع، بس قبل الحقيقة ما نجاوب باخد الأستاذ علاء. أستاذ علاء عشان معايا من بدري. أستاذ علاء أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير وفضلت الشيخ اللي مع حضرتك. كل عام بخير يا رب. تفضل. سؤال بس عم الشيخ بعد إذن حضرتك. احنا دخلنا في زمن ابتلاءات والاختبارات بالحرائق الموجودة في البلاد والدول كل والوقت والمرض اللي موجود دلوقتي. فدي علامات من خلاص قرب الآخرة، ولا احنا دي علامات ان احنا ننتبه لنفسنا في الفترة ديت، ولا ديت نعمل بقى الحاجات ديت اللي ربنا بعتها حوالينا ديت؟ بارك الله فيك. العلامات ديت بعد إذن حضرتك. سؤال جميل يا أستاذ علاء، أنا بشكرك شكرا جزيلا. طيب قبل ما نجاوب على موضوع السؤال أستاذ علاء، لأنه ده لوحده عايز حلقات. خليني. طيب أستاذ عفيف اتفضل. طيب أستاذ عفاف، آسف عفاف اتفضلي. أيوة أستاذ عفاف أهلا بيك اتفضلي، اسمعيني من التليفون أرجوك. أهلا بيك يا ابني. اتفضلي يا ست الكل. أسلم معاك. يا أهلا وسهلا اتفضلي يا حجة. يا ابني بص، أنا علي بتاعت حاجات وكده، انا ما كنتش عارف هتجيبني هو اشتكين بتاعت حاجات الصوت انا مش سامع كويس اشتكين. طب بصي يا حاج عفاف يا جماعه خدوا انتوا الاتصال لان انا مش سامع، اعرفوا بس السؤال وهنجاوب عليه عشان الصوت وصل لي صعب جدا يا حاج عفاف. طيب عشان في اتصالات كتير جدا فلازم نجاوب على الناس، فانا بعتذر ادونا بس خمس دقايق. الانطاع جمع نطع اللي قالها الحاج كمال، بيقول لك الراجل دلوقتي مراته هتيها لا تدفع ثمن الشقه، بيقول لها لا عيب عليا اقعد انا في الشقه باسم مراتي. فانت لازم تكتبي الشقه باسمي. ايه رايك؟ كلام غلط طبعا. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هذا الذي يريد الان ان يستحوذ على مالها وعلى ملكيتها الفرديه الخاصه بها ليكتب عقد هذه الشقة باسمه هو. كيف؟ هل هو صاحب المال؟ ويجي بعد كده يقوم جاي يطاردها ومتجوز لا الشقة. لا مينفعش. لا تسمع له. وإنما تكتب هذا العقد باسمها هي وليس باسمه. يكفيها أنها تتفضل عليه هو بأن يعيش معها في هذه الشقة. صحيح. هذا تفضلا منها وتمننا وتحننا منها عليه، ويقول لها شكرا أشكرك، وتأخذ فيه ثوابا. يعني كل ليلة يبات عندها في الشقة يكتب لها من الأجر. أنا عايز أقول لك أن حتى لو كتب الشقة باسمه وهي حاضنة فهو اللي هيمشي برضه يعني. يعني كده كده الشقة بتاعتها. طيب معايا أم محمد من الجيزة. أم محمد أهلا بيكي. أهلا محمد. أنا كنت رحت كنت حامل. اهلا بحضرتك فضيله الشيخ. يا اهلا وسهلا يا مرحبا اهلا بيك. انا دلوقتي كنت حامل وفي خمس شهور وكنت سقطت، رحت المستشفى الدمرداش عملوني اوحش معامله هناك، وكنت بنزف وبموت وما كانوش راضين حتى يطمنوا اهلي. وكنت وسابولي حاجات فيا، كنت تعبانه ومستشفى تعبوني جامد وسابولي حاجه فيا لمدة 10 أيام، كانت لمؤاخذة كانت بتنزل ريحة وحشة مني. طب أنت عملتي زي تقرير طبي بالكلام ده؟ ما عملناش، إحنا كنا في دخلة العيد وكان حتى الدكاترة ما كانش في دكاترة إن أنا أروح أكشف ولا أي حاجة، وكانت لمؤاخذة كانت ريحة أنا نازلة مني كل شوية استحمى ومش عارفة كنت أعمل إيه. طيب وعملونا أوحش معاملة هناك في مستشفى الدمرداش اللي هي السؤال إيه بقى؟ طيب السؤال إيه بقى السؤال بتاع حضرتك؟ ولا أنت عايزة بتقولي كشكوى؟ بقول على المستشفى لا مؤاخذة لأني تعبت هناك وتعبوني جامد، وفي ناس ماتت هناك، بنات ماتت هناك يعني. طيب بصي يا أم محمد، بصي يا أم محمد، إذا كان في ناس ماتت ففي ناس تانية ربنا كرمها وخفت، فخلينا بس علشان ما يبقاش في هجوم من غير دليل بالضبط ومن غير ده، حضرتك إحنا ما نعرفش أنت مين
ولا انت ما يمكن انت ممرضه في المستشفى وداخل عندك مشكله مع دكتور او موظفه وعند احنا ما نعرفش وما اقدرش الحقيقه اقول ان انت كذابه ولا ان انت صادقه. فانت بالنسبه لي قدام المشاهدين الحقيقه دخلتي قلت شكوى، قلت ان رحت المستشفى وحصل كذا وسابوا كذا، سالتك عملت تقرير طبي بالكلام ده قلت لي لا، يبقى انت اللي ضيعتي حقك، ما تجيش بعد كده تشتكي. حضرتك كنت عملتي تقرير طبي في كل التفاصيل دي واثبتتي طبيا ان في خطا حصل معاكي، ورحتي عملتي شكوى في وزاره الصحه بسوء المعامله، وكنت جيتي بقى هنا البرنامج كلمتيني وقلت لي في ورق رسمي وادله رسميه، وساعتها انا كنت هطلعك معايا كمان في البرنامج تقولي ده وندخل معانا مدير المستشفى كمان ونشوف المشكله. لكن كلام التليفونات انا لا اعتد بيه وغير مسؤول عنه الحقيقه، ومفيش اي علاقه بيننا تثبت الكلام ده. دي حاجه. انا طبعا بشكرك. معايا آية. آية اتفضلي. اتفضلي آية. أنا الشيخ. اتفضلي معاك الشيخ. اتفضلي. اتفضلي يا آية. آية. طيب معلش بقى يا آية. أرجع لك يا دكتور عصام. نعم. أنا الحقيقة جاوبت على أم محمد. لا لا لا، جزاك الله خيرا. لأني أنا ما عنديش دليل على كده. وأنا أضيف إلى قولك حقيقة، معظم المستشفيات الحكومية رغم ضعف الإمكانات لكنها تتحمل فوق طاقاتها عبئا ثقيلا وتخدم كثيرين من الناس. هقول لك حاجة، هقول لك وهذه حقيقة والله أنا لا أقولها مجاملة. أنا أعرف أساتذة موجودين في الجامعات في هذه المستشفيات الحكومية الكبيرة وخاصة المستشفيات الجامعية، والله والله يخدمون كثيرا من الناس ويحملون الناس فوق رؤوسهم، لكن ده الموجود، ماذا افعل؟ الجود بالموجود. والله لا، انا هقول لك حاجه، لسه من 3 ايام، وده على مسؤوليتي الشخصيه، مستشفى القصر العيني في شبين الكوم، القصر العيني التخصصي في شبين الكوم، حصل حاله طارئه، فاضطر بعض الناس اللي اعرفهم شخصيا ان هم يروحوا المستشفى دي عشان في حاله طارئه في القلب لسيده ما. الحقيقه هم فوجئوا بإزاي المكان نظيف. نعم. إزاي المكان منظم. هم من كام سنة نعلم كلنا شكل المستشفيات في مصر. نعم. لكن لما راحوا الفترة دي الحقيقة أنا جالي تليفون يقول لي إحنا مش مصدقين إن إحنا دخلنا مستشفى في مصر. هذه حقيقة. نعم. خدمة ومجاني، ما دفعوش حتى تذكرة بجنيه. ده حقيقة. خدمة محترمة جدا. نعم. مكان نعم. للسيدات ومكان للرجال حفاظا على الخصوصية، لأن الست بتكشف بتقلع فما فيش راجل يشوفها. نعم. مظبوط. نظافة على أعلى مستوى. الكلام ده الحقيقي. حقيقة. هذا ملموس وواقعي. وعايز اقول لك حاجه، ان المشكله اللي كانت جوه المستشفى الحقيقه كانت من الناس نفسهم. نعم. من المرضى بالضبط. ومن المرافقين ليهم، مش بالضبط. من المراكز الطبيه او من المستشفيات. نعم. انا معك في هذا. نعم. طيب استاذ علاء سال سؤال مهم جدا، بيقول لك موضوع الحرائق اللي قلب الدنيا دلوقتي والجزائر وتونس وبعض الدول الغربيه والعربيه اللي فيها حرائق بشكل كبير جدا، والابتلاءات وكورونا وغيره، هل دي علامات من ربنا سبحانه وتعالى؟ شوف يا سيدي، هل نحن الآن قريبون من الساعة؟ أقول لك من خلال ما حدثنا به النبي عليه الصلاة والسلام، لا، هنالك 10 علامات ستقع، لم تقع منها واحدة الكبرى حتى الآن الكبرى، وهنالك علامات فاصلة بين الصغرى والكبرى حتى لم تقع هذه العلامات. علامات الساعة الصغرى وقعت حقيقة، معظمها وقع ولازلنا نعيشه ونحاضره، لكن هل نحن قاب قوسين أو أدنى من قيام الساعة؟ لا لا حقيقة. طيب ما نحن فيه الآن ابتلاءات واختبارات، لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني يسوق إلينا أدلة كثيرة على أن الناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلتهم معرضون. صحيح. فالناس محتاجة إلى استيقاظ، إلى صلح مع الله سبحانه وتعالى. وأقولها مرة بعد مرة أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الناس كما قلت لعلهم يرجعون. وهذا الابتلاءات والفيروسات الكثيرة والحرائق، لا شك أقولها، كل ما يحدث الآن وما سيحدث وما سيأتي بذنوبنا بأخطائنا بتطولنا على الله سبحانه وتعالى، بإساءة أدبنا وأخلاقنا مع خالقنا العظيم سبحانه وتعالى، بتقصيرنا في جناب الله العظيم،
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صحيح. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. يعني ربنا يجعلنا الحقيقة من الناس اللي بتتوب يا رب، تتذكر يا رب. وتحس على فكرة، لأن للأسف ممكن أنت في وقت تحس بالرسالة وتاخد موقف وأنا هعمل كده وتتعظ جدا، وبعد شوية ممكن الدنيا تاخدك وتنسى وتنشغل. نعم. طيب معايا سارة. سارة أهلا بيك. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شيخ، أو أنا عايز أسأل، أنا بابايا متوفي. متوفى. متوفي. يعني هو كان متجوز اثنين، يعني مامتنا الأولانية ومامت أبويا الثانية. وهو معاه ثلاثة عيال من مراته الثانية الجديدة. والقديمة معانا بنته بس الوحيدة. وأولا هو كان، هي مامت أبويا عملت إعلان وراثة. ماشي، وما ادتنيش صورة الإعلان وراثة وشهادة الوفاة. ما عملتش ايه يا استاذ سارة؟ انت عندك كام سنة؟ هي عملت وراثة وشهادة الوفاة، ما ادتنيش صورة من ده ولا صورة من ده. انت عندك كام سنة يا سارة؟ 27. طب ما تعملي انت اعلان وراثة يا سارة، انت مستنية تاخدي منها ايه؟ روحي طلعي نسخة منه، هاتي محامي يطلع لك نسخة منه. انت 27 سنة يعني. وكمان هي كانت، هو في حوار بتاع الدخلة والخارجة، هو انا عاوز اعرف هو انا ليا فيها ولا لا؟ طيب انت حاسة ان ايه؟ انت قصدك تقولي ان في حاجة من حقك اتاخدت يعني؟ عاوز اعرف ايه، مش عارفين اللي عملت ايه في اعلان الوراثة، ولا فهمتني اي حاجة يا فضيلة الشيخ. طيب هو ده، انت عايز محامي مش عايز شيخ الموضوع ده. انا بشكرك يا ساره، بشكرك شكرا جزيلا. طيب انا عايزك بس انت تشوفي محامي، وهو اللي يطلع لك اعلان الوراثه، اللي دي مجرد ورقه بتطلع رسمي من المحكمه باملاك الوالد والنسب بتاعتكم كل واحد ليه كام. ايوه ايوه، اعلان الوراثه بيحدد النسب بالظبط، ستعرف ما لها وما عليها. وما عليها هي بقى ما قالتلكيش، ما وريتكيش الورقه، روحي طلعي مستخرج، انت بنت بالظبط، ومن حقك تطلعي اعلان وراثه. نعم. معايا عواطف. عواطف اهلا بيكي. استاذة عواطف اتفضلي. طيب اتأخرنا عليكي معلش. دكتور عصام بقى في شوية صغيرين كده عشان وقتي، انت شايف والله انا بعتذر للمشاهدين على الاتصالات. عايز اعرف بقى، الحقيقة احنا اتحكلنا حكايات كتير قوي عن الهجرة دكتور عصام. نعم. ويعني فيها بقى ما تخليك بحكاياتك. انت مش عايز تتكلم في الموضوع ده ليه؟ تمام. طيب خلاص. نعم. قولي اهم درس، اهم در، شوف انا عديت سؤال عشان خاطرك والله. الاس انت هتسالني في سؤال موضوع الحمامه وال، انا هسالك في ده، اديك انت اللي قلته، التي كانت على الغار، هل هذه روايه صحيحه ام لم تثبت؟ بالظبط. للحقيقه روايات كثيره جدا، ما بين الصحيح منها وما بين غير الصحيح الموضوع. هنا وهنا. كويس تماما. في النهايه كل هذا لا يعنينا. الذي يعنينا القران الكريم، ماذا قال القران في الهجره النبويه. وانا متفق معاك، لان دي كلها حاجات فرعيه. اللي يعنينا بالضبط، اللي يعنينا مثلا جاءت الحمامه او لم تاتي الحمامه، ما الذي يترتب على كونها اتت؟ اقول لك انا بقى، في الحبكه الدراميه للحكايه، ان طالما الحمامه مع الشيشه هنا وقاعده ومستقره وحاطه البيض بتاعها، فبالتالي ما فيش حد لا دخل ولا خرج من الغار. يا سلام. وكمان العنكبوت لما يبقى قافل الغار فما حدش لا دخل ولا خرج من الغار. طب النبي عليه الصلاه والسلام ما خرج وضرب الله تعالى على أذهان وعقول قريش كلهم فناموا، الله عليك، فين بقى الحمامة وفين العنكبوت؟ مش محتاجين الأدلة دي. معية الله سبحانه وتعالى إذا حلت لا تحتاج إلى ربط الأسباب بالمسببات. صحيح. انتهى كل شيء. عايز تفهم المعاني صح، اقرأ الآية القرآنية صح. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عايز حضرتك تعرف المعاني والمعجزات وإيه اللي حصل، اقرأ آخر الآية. إن الله معنا، إيه اللي حصل؟ فأنزل الله سكينته عليه، سكينة، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يبقى كم حاجة معانا؟ خمسة. خمس ثمرات من ثمار المعية. لا تحزن إن الله معنا. فلما نزل رسول الله وصاحبه أبو بكر، فلما نزل هما معا ضيفين كريمين في معية الرحمن الرحيم، أولا خذ المفاجآت، خذ الهدايا، خذ المنح الربانية، خذ العطايا الإلهية. واحد،
فأنزل الله سكينته عليه. السكينة طمأنينة نفسية. صحيح. السكينة جند من جنود الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين تعمل إيه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السكينة طمأنينة نفسية. سبحان الله، أولا فأنزل الله سكينته عليه، ثانيا وأيده بجنود لم تروها. التأييد من حيث الملائكة. ومع هذا التأييد اقرأ قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ثالثا قلب الموازين، يعني قلب الله الدنيا لرسوله. يعني إيه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. بعدما كانت الغلبة وكان السؤدد لقريش، الآن أصبحوا في حالة يرثى لها. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. رابعا أعلى ربنا كلمته، وكلمة الله دوما وأبدا تكون عالية. صحيح. لا يمكن أبدا أن تذل أو أن تخفض. وكلمة الله هي العليا. لم يقل عطفا على المنصوب وكلمة الله، قال وجعل كلمة بالنصب. لم يقل وكلمة الله نصبا، وإنما قالها وكلمة الله مرفوعة. ليه؟ لأن كلمة الله دوما وأبدا تكون مرفوعة، لا تحتاج إلى رافع يرفعها. وكلمة الله هي العليا. ثم ختم الله الآية فقال والله عزيز غالب على أمره، حكيم وضع الأمور في نصابها وفي موضعها. فما أراده الله كان، وما لم يرده الله تعالى لم يكن. وإرادة الله فوق كل إرادة، وقدرة الله فوق كل قدرة، ومشيئة الله هي الغالبة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ولذلك بتسألني سؤال بتقول لي إيه أفضل درس تعلمناه في الهجرة؟ أقولك كلمة ونصف. من القائد؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مساعده؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن القائم بعملية الاستخبارات؟ ولد أبي بكر، عبد الله ابن أبي بكر، هو الذي كان ينقل الأخبار من قريش، ينقلها ويعرف أحوالهم وما يقولون نهارا، ثم يمشي مع مساء الليل لينقل كل هذه الأخبار إلى رسول الله، لكي يكون رسول الله محمد عليه السلام واعيا وفاهما لما يدور حوله حتى لا يكون في معزل. طب ومن الذي قام بعملية التومين الامتداد والمؤن؟ أسماء رضي الله عنها بالاشتراك مع أختها الكبرى عائشة رضي الله عنها بنتي أبي بكر الصديق، وهي ذات النطاقين. ومن الذي قام بعملية التوميه اللي هو التعمية، عمها على أعين الأعداء؟ عامر بن فهيرة، حينما كان يأتي في آخر الليل لكي يمسح الآثار ويقدم لهم شرب الألبان من الإبل التي كان يرعاها لأبي بكر الصديق. وهنا استعان رسول الله برجل مشرك آنذاك لم يسلم، وهو عبد الله ابن أريقط. عبد الله ابن أريقط عمل إيه الرجل ده؟ هذا الرجل سلك برسول الله لأول مرة طريقا غير مألوف. العرب الذين أقاموا في مكة كانوا يسمعون عنه، لكن لم يدر أبدا في مخيلتهم أن رسول الله يسلك ذلك الطريق. تخيل سلك رسول الله وصاحبه أبو بكر الطريق الساحلي. وكأن ربنا سبحانه وتعالى سخر كل السبل وكل الإمكانيات وكل البشر الموجودين، الحكمة والحنكة والاستعداد الجيد والتخطيط الجيد الواعي المدروس والجمع بين المثالية والواقعية، مع عناية الله سبحانه وتعالى، مع الإيمان، مع حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب، مع إيه؟ مع ما قدمه رسول الله أولا. حينما تأمل هذه الجملة معي، حينما غسل
يثرب بالقرآن. جميل دكتور عصام، يثرب بالقرآن مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. انا هقفل بمصعب بن عمير عشان على اسمي. دكتور عصام انا كل مصعب فوق رؤوسنا. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، استمتعت جدا والله، دايما بستمتع بحلقاتي معاك. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، كل اللي اتقال الحقيقه في الهجره، وخصوصا في الجمل الاخيره دي، لو احنا حطيناه في حياتنا كده والله وتوكلنا على الله وخططنا كويس وخدنا بالاسباب، ان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا ويصلح حال كل الناس. انا بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.